لم يعد البيت الذي رأيتها فيه آخر مرة موجودا. أنشئ في مكانه الآن أحد تلك المباني التي تخطف الأبصار وتبلط السماء بالظلال، ورغم هذا وحتى اليوم كلما مررت من هناك تذكرت تلك الأيام اللعينة من أعياد ميلاد العام 1938 التي كان فيها شارع مونتانرا منحدرا مخططا بسكك الترام والقصور الضخمة. كان عمري في تلك الآونة 13 عاما تقريبا، أتقاضى بضعة قروش أسبوعيا بالعمل أجيرا في محل رهونات في شارع إليزابيث، وكان صاحب المحل الدون إدوين يوفيريو البالغ 115 كيلو من العوز والتوجس، يشرف على بازاره الذي يغص بالخردة ويشتكي حتى من الهواء الذي يستنشقه هذا اليتيم الحقير، واحد من بين آلاف اليتامى الذين تتقيأهم الحرب ولا يناديه باسمه أبدا. آه يا ولد، اتق الله واطفئ ذلك المصباح، فهذا ليس زمانا يبذر فيه المال، ومرر الخرقة على ضوء الشمعة فذلك يحفز شبكية العين. هكذا كنا نقضي نهاراتنا ما بين أنباء مروعة آتية من الجبهة القومية التي كانت تتقدم نحو برشلونة، وشائعات عن صدامات دامية واغتيالات في شوارع الحي الصيني، وصافرات الإنذار التي تحذر من الغارات الجوية. وفي أحد تلك الأيام من ديسمبر عام 1938، إذ كانت الطرقات مرشوشة بالثلج والرماد، رأيتها كانت ترتدي ثيابا بيضاء حتى لقد بدا شخصها مجترحا من الصقيع الذي يكتسح الطرقات. دخلت إلى المحل وتوقفت في مستطيل الضياء الخافت الذي يقص العتمة متسربا من الواجهة. كانت تحمل في يديها قماشة مخملية سوداء، فتحتها على المصطبة دون أن تقول شيئا. إقليل من الجمان والياقوت يتلألأ في الظل. وضعت دون أودوين عدسته وتفحص القطعة. كنت أتابع المشهد من خلف ستارة باب المستودع. لا بأس بها، لكننا لسنا في زمان يبذر فيه المال يا أنسة. أعطيك 250 بسيتا وأخسر فيه، لكن هذا المساء عشية الميلاد والداعي ليس من حجر. لفت الفتاة القماشة المخملية وصارت نحو المخرج دون أن يرف لها جفن. يا ولد اتبعها، صاح دون أودوين. الطوق يعادل 5000 بسيتا على الأقل، لذا لن نفوتها من أيدينا. اتبعها إلى بيتها وتأكد ألا يعتدي عليها أحد وينشله منها، ستعود مثل الجميع. كان أثر الفتاة يندمج في العباءة البيضاء التي حطت على المدينة عندما خرجت إلى الطريق. تبعتها في متاهة الأزقة والأبنية التي دمرها القصف والشقاء حتى دلفت إلى ساحة بيزو دي لاباخا، حيث أسعفني الوقت لرؤيتها تركب الترام الذي كان صاعدا إلى شارع مونتانرا. ركضت ورائه وقفزت إلى عتبته الخلفية، وصعدنا هكذا مخلفين خطوطا سوداء على بساط الثلج الذي تمده الريح بينما يهبط الظلام وتدبغ السماء بالدماء. وحين وصلنا إلى التقاطع مع جادة دي جراسيا، كانت عظامي تؤلمني من البرد، وكنت على وشك الانسحاب من مهمتي وتلفيك كذبة لإرضاء الدون أودوين عندما رأيتها تنزل وتسير نحو مدخل القصر الكبير. قفزت عن الترام وركضت للاختباء خلف الزاوية. اجتازت الفتاة بوابة الحديقة وتطلعت من بين القضبان ورأيتها تلج الحرش الصغير المحيط بالبيت. توقفت عند أعتاب السلالم والتفتت، أردت أن ألوذ بالفرار، لكن الريح المتجمدة سلبت مني كل رغبة. رمقتني الفتاة بابتسامة واهنة ومدت يدها نحوي، ففهمت أنها تظنني متسولا. تعال، قالت. ساد الظلام عندما تبعتها إلى القصر المعتم. كانت زواياه تضاء بهالة نور طفيف، كتب مبعثرة وستائر مهترئة ترقط وجه الأثاث المحطم واللوحات المقطعة.
والبقع القاتمة المتفشية على الجدران كأنها آثار طلقات نارية. وصلنا إلى صارة كبيرة فيها ضريح من صور قديمة تفوح منها رائحة الغياب. جلست الفتاة القرفساء في الزاوية بجانب الموقد، وأضرمت النار بأوراق جريدة وبقايا كرسي. اقتربت من ألسنة اللهب وتناولت قدح النبيذ الدافئ الذي أعطته لي، ونظراتها تهيم في النار. قالت لي إن اسمها إليسيا، كانت بشرتها لبنت في عامها 19، لكن نظرتها الثقيلة عديمة القاع تشي بأنها من أولئك الذين لم يعد لديهم أعمار. وحين سألتها إن كانت تلك الصور لعائلتها لم تقل شيئا. تساءلت منذ متى تسكن هناك وحيدة مختبئة في ذلك القصر بلباسها الأبيض الذي تفتق من كثرة الرتق. تبيع الجواهر بأثمان زهيدة لكي تعيش. كانت قد تركت القماشة المخملية السوداء على رف الموقد، وكلما انحنت لإذكاء النار شرد نظري وتخيلت الطوق في داخلها. سمعنا أجراس منتصف الليل بعد ساعات، وكنا متعانقين بجانب النار نلتزم الصمت. فقلت في سري: هكذا كانت والدتي تعانقني لو كنت أذكرها. وعندما بدأ اللهب يزوي أردت أن أرمي كتابا ما بين الجمر، لكن إليسيا انتزعته مني وراحت تقرأ من صفحاته بصوت مرتفع حتى غلبنا النعاس. خرجت قبل الفجر بقليل متحررا من عناقها. ركضت تحت الظلام نحو البوابة حاملا القلادة في يدي وقلبي يخفق مسعورا. أمضيت الساعات الأولى من يوم الميلاد ذاك وفي جيبي 5000 بسيتا من الجمان والياقوت، وكنت ألعن تلك الطرقات الغارقة في الثلج والغضب، وألعن أولئك الذين تخلوا عني وسط النيران، إلى أن رمت الشمس الخائرة سهما من النور بين السحب. فعدت أدراجي إلى القصر أجر تلك القلادة التي باتت أثقل من لوح رخامي يخنقني، وما كنت أرغب إلا في العثور عليها وهي ما تزال غافية إلى الأبد، لكي أعيد القلادة إلى الرف الذي يعتلي الجمر، ومن ثم أهرب كي لا يتعين علي أن أتذكر نظرتها وصوتها الدافئ الذي كان أنقى ملمس عرفته. كان الباب مفتوحا والضوء الأرجواني يقطر من صدوع السقف. وجدتها ملقاة على الأرض والكتاب ما يزال بين يديها، وشفتاها مكسوتين بالصقيع، ونظرتها مفتوحة على وجهها الجليدي الأبيض، وثمة دمعة حمراء عالقة على خدها، والريح تهب من تلك النافذة المشرعة لتدفنها بالثلج البارد. تركت القلادة على صدرها وهربت إلى الطريق من جديد لأختلط بأسوار المدينة وأختبئ في صمتها متهربا من انعكاسي على الواجهات الزجاجية، خشية أن أرى فيها شخصا غريبا. وبعد قليل خفتت أجراس الميلاد إثر ارتفاع صافرات الإنذار مجددا، وتناثر سرب من الملائكة السوداء في سماء برشلونة الخمرية لتسقط أعدادا من القنابل المتتالية التي لن يراها أحد وهي ترتطم بالأرض.